السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. بما أنه الجو رائع ورهيب وأنا قاعد بالمطار بستنى لحظة، أوه بستنى بعض الطلاب الآن بيجوا إن شاء الله على خير. حبيت في هذا الموضوع أن أتحدث معكم عن الأشياء والمشاكل اللي ممكن تصير مع الطالب والقوانين اللي المفروض كل طالب يعرفها. طبعا احنا اليوم شهر 11 او مش 11، شهر 10، في اواخر شهر 10، والجو رائع جدا 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 مثل ما انتم شايفين. كيف كيف الاجواء الطبيعيه والشمس رهيبه صراحه. فخليكم معي احكي لكم شو اهم الاشياء اللي الواحد لازم ينتبه لها. طيب عزيز المواطن، عزيزة المواطنة، عزيز الطالب، عزيزة الطالبة، أي طالب موجود هنا داخل بيلاروسيا أو مفكر يجي على بيلاروسيا، مثل ما حكيت لكم في أشياء مهمة جدا لازم الواحد ينتبه لها، لازم يكون دراية أو على دراية فيها، لأنه معظم الطلاب ما بيعرفوها، وخاصة اللي هي القوانين اللي بتهم الطالب المكون موجود في بيلاروسيا. بيلاروسيا دولة من ضمن الدول اللي فيها القوانين الصارمة، لازم الواحد يكون عنده معلومات بهذه القوانين، شو المخالفات اللي ممكن تكون ويحاول يتجنبها. أكثر المخالفات اللي بتصير على الطلاب اللي هو الإقامة، أنه ما يجدد الإقامة في نفس الوقت. يعني مثلا إذا أنت أجيت اليوم لنفرض معك 5 أيام، لازم تسجل بالشرطة أو بالأمن، هذا بخصوص الطالب. فعشان كذا أول ما تيجي لازم تتأكد من موضوع التسجيل بالشرطة وبالأمن. بالعادة الجامعات بيعرفوا، بس إذا أنت جيت عن طريق حدا ما بيعرف هذه القوانين ممكن تتخالف وتتبهدل أنت وهو، يعني مش بس أنت، هم الاثنين، فتتبهدل. المخالفة هذه بتكون مخالفة، غير أنها مخالفة أنك تدفع عليها فلوس، برضو مخالفة قانونية عندك أنت بالقانون البيلاروسي. الطالب 5 مخالفات بالسنة، إذا زاد عن 5 مخالفات سنة بالسنة ممكن يترحل. طبعا حسب المخالفات، إذا مخالفات سيارة أو كذا، بشكل عام أقصى عدد ممكن يكون مخالفات اللي هو 5 مخالفات للطالب وغير الطالب. حتى بعض المخالفات ممكن من أول مخالفة يرحلك، مثلا لو عملت مشكلة، قتلت انتو حدا، ضربت انتو حدا، وهي الأمور ممكن يرحلوك من أول مخالفة يعني. فلازم تهتم لهذا الموضوع. شو المقصود بالتسجيل بالإقامة أو اللي هو عمل الإقامة؟ أنه المفروض تقدم أوراقك، تأمين الصحي، الجوازك للجامعة، الجامعة ببعثوه على الشرطة، وخلال أسبوعين تقريبا بتطلع الإقامة السنوية. طبعا كل سنة لازم تجددها أنت الإقامة، وعلى الأقل لازم تقبل بشهرين، عفوا قبل بأسبوعين، كثر ما الشمس حلوة ومش مركز بالفيديو. أوكي، هذا بالنسبة للإقامة. شو المخالفات اللي ممكن تحصل وأنت ما بتعرف عنها؟ أنه أنت تسكن في مكان مش بنفس المكان اللي مسجل فيه الإقامة. مثلا أنت عنوانك لنفرض شارع السلام شقة 15، وأنت ساكن في شارع النصر شقة 20، فهذه تعتبر مخالفة، فلازم أنت تسجل أو تسكن بالمكان اللي أنت مسجل به، وإذا بتسكن خارجه بكون مخالفة عليك كأجنبي، غير الدفع مثل ما حكينا تتسجل بالسجل المخالفات الخاص فيك. طبعا هذا مطار بيلاروسيا. أوكي، هذا بالنسبة للمكان. المخالفات الثانية اللي هو أنك تقطع الشارع بالمكان غير المخصص له، هذا يعتبر مخالفة، فما لازم تقطع. انك ما تطلع في المواصلات العامة ما تدفع المواصلات، هذا تعتبر مخالفة. شو في كمان مخالفات؟ ليش بتزمر يا عم؟ المحاولات اللي هو الاشياء الامنية، تعدي على الناس او السرقة او هاي الامور، يعني هذه برضو بخالف عليها القانون. بس اهم نقطتين مثل ما حكيت لكم اياها بالبدايه، اللي هو الاقامه ومكان السكن تبعك. طبعا بالاضافه الى مخالفات السياره، اذا حد عنده سياره بيجي مخالفات السياره، انا كمان برضو مشكله، سواء مخالفات السرعه، مخالفات اللي هو اذا مش عارف، او عفوا اذا مش عامل اللي هو ترخيص وغيره. بس هذا الموضوع اللي حبيت احكي لكم اياها، هذا مهم لاي طالب موجود في مينسك، سواء جديد قديم، معظم الطلاب ما بيعرفوش هذه المخالفات. طبعا في مخالفات اضافيه، بس هذه اكثر مخالفات اللي هي المشهوره. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللي عنده اي سؤال او استفسار ما ينسى يكتب لي بالتعليقات. باي باي، الله ينضن.